في مدينة كانتويرب البلجيكية يمر عن طريقها ما يعادل 80 من الماس الخام، فبلا شك ستشهد العديد من السرقات على مر التاريخ، وستكون مطمعا للكثير من الأشخاص الراغبين في كسب ثروة كبيرة وبأسهل الطرق. في هذه المدينة أيضا حيث يتواجد البنك العالمي للألماس، تمت أكبر عملية سرقة خلال القرن الحالي، والتي قاربت المسروقات فيها 200 مليار دولار بدون عنف ولا استعمال للأسلحة. فمن يكون منفذ عملية السرقة تلك؟ ما الذي جعله يخطط على مدى سنوات للقيام بذلك؟ أما مصير الألماس المسروق؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. بتاريخ 16 من شهر فبراير من العام 2003، استفاق مركز مدينة أنتويرب للألماس ومعه كل العالم على خبر سرقة القرن التي استهدفت بنكا يعد الأشد حراسة وأمنا. كانت عملية السرقة تتميز بدقة تنفيذها والقيمة العالية للمسروقات، فقد كان المدعو ليوناردو نوتار بارتولو يخطط لها رفقة 3 لصوص آخرين على مدى أكثر من 3 سنوات. فالسارق وهو أحد كبار المافيا الإيطالية والمعروف، بدأ التخطيط سنة 2000، وذلك بعد أن وعد صديقته المسماة أندريانا كرودو في ذلك اليوم بأنه يقوم بتجهيز مفاجأة كبيرة لها، كما أخبرها بأنه في إحدى السنوات المقبلة سيقدم لها أغلى هدية في العالم. وقد كان ليوناردو يقصد بذلك ألماس البنك البلجيكي المتواجد بمدينة أنتويرب، غير أنه ولتنفيذ ذلك كان عليه الاستعانة بثلاث من أصدقائه، وهم المدعون فرديناندو فينيتو وليو دينيريو وبيترو تافانو. البنك العالمي المستهدف كان يتواجد بمدينة أنتويرب البلجيكية، وبالضبط بشارع يضم مجموعة من المتاجر والمحلات المعروفة بتجارة الألماس والأحجار الكريمة، والذي تم تصميمه بطريقة ذكية جدا، حيث تعمد مالكوه بناء وسط ذلك الحي الراقي المعروف هناك بتجارة الألماس، والذي يعتبر من أكثر الأحياء تشديدا للحراسة والأمن. كما يوجد هناك دوريات لرجال الشرطة تجوب المكان عدة مرات باليوم، بالإضافة إلى الحراس الذين يقفون بباب البنك، الذين يحملون الأسلحة ويمتلكون حق إطلاق النار على كل من يحاول الإخلال بالنظام العام هناك. كما أن الحي مزود بأجهزة استشعار حراري وكاميرات متطورة تستطيع تحديد ملامح أي شخص وما إذا كان يشكل خطرا على المكان. ويرجع السبب في إجراءات الحراسة المشددة لذلك الحي في كون 80% من مجموع الألماس الخام الذي يتم استخراجه عبر العالم يمر عبره كما أشرنا، بحيث تعتبر سرقة أو حتى محاولة سرقة ذلك البنك أو أي محل تجاري يقع بالقرب منه أمرا مستحيلا. فكيف تمت عملية السرقة تلك؟ بدأ التخطيط لعملية السرقة تلك بعد أن قام ليوناردو بتأسيس شركة وهمية، وذلك بعد أن قام باستئجار مكتب وخزانة داخل المركز العالمي للألماس لمدة 3 سنوات، وكل ذلك ليبدو كما لو أنه يتاجر بالألماس. وقد كان هدفه خلال 3 سنوات التي تلت ذلك دراسة كل شيء عن المركز والبنك وجمع المعلومات الكافية وطرح كل الاحتمالات لنجاح العملية، كما قام بصنع بطاقات لمعاونيه 3 لكي يستطيعوا الدخول أيضا متى شاءوا إلى المركز.
وفي أحد الأيام دخل ليوناردو نوتار إلى البنك حاملا معه حقيبة سوداء. وبفعل أنه أصبح عضوا معروفا هناك، لم يقم الحراس بتفتيش حقيبته بعد الدخول. كانت حقيبته تحتوي على كاميرات صغيرة، والهدف من تلك الزيارة في ذلك اليوم هو جعل الكاميرا خاصته تسجل كل الممرات والأبواب الموجودة بالبنك، وأيضا معرفة عدد كاميرات المراقبة التي تتواجد هناك. استمرت مهمة جمع المعلومات لما يقارب 3 سنوات، والتي من خلالها تمكن ليوناردو من الحصول على كل ما يحتاجه للدخول وسرقة البنك، فقد أصبحت العصابة تعرف المكان الذي يحتفظ فيه بأغلى وأثمن أنواع الأحجار الكريمة والألماس، غير أنه كانت تواجههم مجموعة من العقبات، أبرزها كيف سيتمكنون من الدخول دون لفت الأنظار، وأيضا كيف سيتمكنون من تجاوز الجهاز الأمني المشدد. وإذا مر كل ذلك بسلام، فكيف سيقومون بفتح الخزانة وتفريغ ما يقارب 150 صندوق حيث تخبأ الأحجار الكريمة؟ بالعودة إلى التخطيط، فقد استطاع ليوناردو صنع نسخة طبق الأصل من المفتاح المخصص للخزينة الرئيسية، كما تمكن أفراد عصابته وعبر الاستعانة بمحترف معلوميات من الدخول والتحكم في النظام الأمني للبنك، بحيث أضحوا متحكمين في كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار الموجودة هناك، وهو ما جعل العصابة تصبح أقرب إلى إنجاح خطة السرقة تلك. ثم بحلول تاريخ 16 من شهر فبراير، والذي كان يوافق يوم السبت من سنة 2003، فقد شهد العالم أكبر عملية سطو على مر التاريخ على أكبر بنوك الألماس بالعالم. فكيف حدث ذلك؟ كان ليوناردو أكثر ذكاء مما توقع أفراد العصابة، حيث اختار يوم السبت للقيام بعملية السطو، وذلك لأن معظم سكان الحي هناك كانوا من اليهود، وقد كان يعلم كفاية أن اليهود يعتبرون يوم السبت يوما مقدسا، حيث يلزمون منازلهم دون خروج، فهو يوم مخصص للعبادة والراحة فقط بالنسبة لهم. وبهذا كان للعصابة يوم كامل ما بين ليلة الجمعة إلى ليلة السبت للقيام بتنفيذ عمليتهم. في اليوم المحدد بدأ ليوناردو وعصابته الاستعداد، حيث باشروا بتعطيل كاميرات المراقبة وجميع أجهزة الاستشعار الحرارية العملية التي استغرقت منهم 5 ساعات متواصلة من العمل، كما استطاعوا بعدها الدخول إلى البنك بكل سلالة وفتح الخزنة، ثم كسر أقفال أكثر من 120 صندوقا هناك. فقد كانوا يعلمون جيدا مكان تواجد أغلى أنواع الألماس، ثم بعدها فروا هاربين من المكان دون أن يراهم أحد. بعد اكتشاف السرقة تم إبلاغ رجال الشرطة، والذين حضروا إلى المكان في ظرف دقائق، فبدأ المحققون بالبحث عن أي دليل يقودهم إلى السارقين، حيث علموا بوجود كاميرات المراقبة، وهو ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن القضية قد حلت. لكن وبعد تفقد الكاميرات تم اكتشاف بأنها كانت معطلة في ذلك اليوم ولم تقم بتصوير ما حدث، فاستمر البحث والتحقيق، حيث تبين أن الكاميرات قد تم اختراقها 2 ساعة قبل حدوث السرقة، وهو ما جعلهم يتأكدون أن تعطيل كاميرات المراقبة يدخل ضمن خطة السارقين. وخلال إجراءات البحث والتحري أيضا، صرح أحد المحققين بأنه قد أثار انتباههم كون السارقين قد تركوا 2 صناديق مقفلة. والغريب هو أنهم علموا أن الصناديق التي استهدفها السارقون كانت تحتوي على الألماس ذي القيمة العالية والثمن الأعلى من الألماس الموجود بالصناديق التي تركوها. وقد قدر المحققون مجموع سرقة آنذاك بما بين 100 و400 مليار دولار. وفي وقت لاحق أكدت الصحف أن المبلغ الذي تمت سرقته هو 118 مليار دولار من الألماس. بالعودة إلى عملية السرقة، ففي تلك الليلة وبعد أن تم كل شيء كما جرى التخطيط له منذ البداية وبنجاح، فقد توجه السارقون من مدينة أنتويرب إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وبينما كان الأربعة سعداء بما قاموا به،
وكل واحد يفكر في كيفية إنفاق نصيبه من تلك العملية. فقد قام بيترو تافانو وهو أحد أفراد العصابة بارتكاب الخطأ الذي سيصبح دليل للقبض عليهم. فبينما كانوا جميعا في الطريق إلى العاصمة، قام هذا الأخير برمي حقيبة سوداء على جانب الطريق. كانت تلك الحقيبة تحتوي على أشرطة فيديو مختلفة للبنك من الداخل، وهي التي كانوا يستعملونها لمعرفة المداخل والمخارج. كما عثر المحققون بالحقيبة أيضا على ورقة تحمل اسم الشركة التي قام ليوناردو باستئجار المكتب الموجود داخل البنك العالمي للألماس منها. غير أن ليوناردو وبعد عودته من بروكسل فلم يكن على علم بأن أمره قد أوشك على الاكتشاف، فقد استمر في الذهاب إلى البنك بصفته صاحب شركة للألماس، كما كان يدعي بأن هناك نسبة مهمة من ألماس شركته قد تعرض للسرقة بدوره. وبتاريخ يوم 22 من شهر فبراير من سنة 2003، فقد حضر أحد المحققين رفقة رجال الشرطة إلى البنك ليقوموا باستجواب ليوناردو بعدما توصلوا له من أدلة تثبت تورطه في السرقة، ولكنه ظل ينكر المنسوب إليه ويرفض كل الاتهامات التي وجهت له. بعد سنتين وبالضبط في 19 من شهر ماي من سنة 2005، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أنتورب حكما عليه بعشر سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليار دولار. كما أنه وبعد الاطلاع على كل الأدلة، فقد تم اعتبار ليوناردو نوتار بالتورو العقل المدبر للسرقة ورئيس العصابة. ثم بالوصول إلى سنة 2007، فقد تم القبض على باقي أفراد العصابة الثلاث، وتم الحكم على كل من فرديناندو فينيتو وليودينيريو وبيترو تافانو بالسجن لمدة تناهز الخمس سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر بخمس ملايين دولار للشخص الواحد. ورغم كل الجهود المبذولة من طرف الحكومة والسلطات البلجيكية، فلم يتم العثور على الألماس المسروق، كما لم يتم التوصل إلى المكان الذي خبأ فيه أفراد العصابة كل ما سرقوه. وعقب ذلك فقد تمت الاستعانة بمجموعة من المحققين المشهورين عبر العالم في حل لغز السرقة واسترجاع كل تلك الكميات من الألماس، إلا أنهم فشلوا جميعا في ذلك، ليظل الألماس الضائع لغزا محيرا للعالم إلى حدود الساعة. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. صداميون حتى الموت، قصة جميلة كثير، نريد سلسلة من هذول المقاطع، استمر بهذا المحتوى بارك الله فيك. سامسونج الله يوفقك يا أخي، صوتك جميل أكمل، وتحياتي لأصدقائك، أخوك من المغرب وما اسمك، أتمنى أن يمر تعليق في الفيديو القادم. جود أيهام شكرا على هذه القصة الرائعة، أتمنى أن تكون على هذا الراوي في جميع القصص. مستوى سعد غالب الهجري الهجري، السلام عليكم والله صوتك جميل مع قصة ما شاء الله تصل إلى المليون مشترك، أنا متابعك من اليمن، إذا تعلق في الحلقة القادمة شكرا لك. أم زكي تحياتي لك، قصصك مشوقة، أتمنى لك التوفيق في مسارك. وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة وانتقاداتكم البناءة، نودعكم مشاهدين الأعزاء على أمل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصة واقعية مثيرة وغريبة. مشاهدين الأعزاء، يسرنا إخباركم أننا قد قمنا بإنشاء صفحة على موقع الفيسبوك لقناة وقائع التي تجدون رابطها في صندوق الوصف، نعدكم من خلالها بتقديم قصص ذات محتوى شيق وممتع كما عودناكم دائما، لهذا يشرفنا انضمامكم لنا والإعجاب بالصفحة. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك، موعدنا غداً.